شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العلي العظيم. قبل أن ندخل في صلب الموضوع، لا بد أن نقدم مقدمة قصيرة، وهذه المقدمة هي أننا نحن البشر نحب أشياء كثيرة في هذه الحياة. منذ أن يفتح الطفل عينه على هذه الحياة وإلى أن يغمض عينه، الإغماضة الأخيرة، الإغماضة التي لا يوجد بعدها نظر إلى هذه الحياة. أحب أشياء كثيرة، ولكن عادة وفي غالب البشر جميع هذه الأشياء تعود إلى حب واحد. هذا الحب حب متنوع، ولكنه جميعا في غالب البشر يعود إلى جذر واحد وإلى حب واحد، وهذا الحب هو حب الإنسان لذاته. الإنسان يحب ذاته، الإنسان يعشق ذاته، وتبعا لهذا الحب يحب ما يتعلق بهذه الذات وما يرتبط بهذه الذات. على أساس هذا الحب توجد هنالك دوائر خمس متدرجة، والقرآن الكريم في آيات خمس يبين أن المؤمن الذي تشهد بالشهادتين
والذي آمن بالله واليوم الآخر مكلف عن هذه الدوائر الخمس. نذكر هذه الدوائر ونذكر الآيات القرآنية الكريمة الدالة عليها. الدائرة الأولى وهي نقطة المبدأ ونقطة المنتهى دائرة الذات، دائرة الأنا. هذه الدائرة المؤمن مسؤول عنها، موظف تجاهها. ما هو البرهان على ذلك؟ الله تعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنت أهم شيء وأول شيء موظف بذاتك. إذا كل الناس ذهبوا إلى الجنة وواحد والعياذ بالله ذهب إلى النار، فما الذي ينفعه؟ إذا واحد خسر ذاته وربح العالم، فما الذي ربح من ذلك؟ خسر في الواقع كل شيء. لذلك أن تلاحظوا الأدعية الواردة في الروايات والواردة حتى في الآيات الكريمة: أول ما يهمك يهمك ذاتك. أول ما يهمك ذاتك مقدمة على كل ذات ومقدمة على كل شخص آخر. تلاحظ في سورة نوح، نوح صلوات الله عليه عندما يدعو يقول: رب اغفر لمن؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أول شيء الدعاء لذاتك فيما يتعلق بالآخرة، فيما يتعلق بالجنة والنار، مو ما يتعلق بحطام هذه الدنيا الذي لا قيمة له عند الله وعند المؤمنين. رب اغفر لي، هذا أولا. ولوالدي، حتى الوالدان اللي إلهم حق الحياة عليك ذول في درجة ثانية. ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، الجماعة الذين آمنوا بنوح صلوات الله عليه كم كان عددهم؟ المفسرين اختلفوا في ذلك، 70، بعضهم قالوا بين 70 و80. وللمؤمنين والمؤمنات، المؤمنين كلهم من تقدم منهم ومن تأخر منهم، يعني حتى إحنا الجالسين في هذا المكان مشمولين لدعاء نوح، وللمؤمنين والمؤمنات. لذلك في الأدعية فيما يتعلق بالآخرة أول شيء تقدمه ذاتك، لأن هاي الذات هي الأهم. إذا واحد خسر هذه الذات فقد خسر كل شيء. الدائرة الأولى دائرة الذات. البرهان على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني لزموها. عليك زيدا يعني أخذه، لزمه. هذه النفس تحتاج إلى أخذ، تحتاج إلى إحاطة، لأن هذه النفس تحاول أن تنفلت، تحاول أن تنطلق، لا تستقر على حال من القلق. أخذ هذه النفس، أضبط هذه النفس، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الدائرة الثانية دائرة الأهل، يعني الزوجة، يعني الأولاد، يعني الأحفاد. البرهان على هذه الدائرة قوله تعالى في الآية التي تلوناها: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هاي الدائرة الثانية، الذات أولا والأهل
ثانيا، والعشيرة ثالثا، العشيرة الفلانية، عشيرة بني تميم، عشيرة بني أسد، هذه دائرة ثالثة، دائرة العشيرة. ما هو البرهان على ذلك؟ قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، جماعتك المحيطين بك. النبي صلى الله عليه وآله أسوة، والأحكام الموجهة للنبي صلى الله عليه وآله موجهة لكل مؤمن تبعا لقانون أصالة الأسوة. فالدائرة الثالثة دائرة العشيرة، وأنذر عشيرتك الأقربين. الدائرة الرابعة دائرة القوم، القوم، القوم يعني البلد الفلاني مثلا، هاي دائرة أوسع. الله سبحانه وتعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والدائرة الأخيرة، الدائرة الخامسة، هي دائرة البشرية كافة. الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلناك إلا كافة للناس. ويقول في آية ثانية: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا يختص ببلد معين ولا بطائفة معينة، وإنما يعم البشرية كافة. هذه دوائر خمس: الذات، الأهل، العشيرة، القوم، البشرية كافة. نأتي إلى هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الإنسان مكلف بنفسه ومكلف أيضا بعائلته. ما يتمكن واحد يقول أنا ما يخصني بعائلتي. لا يتمكن المؤمن أن يوكل عائلته إلى الأجواء حتى تربيهم هذه الأجواء. في هذه الأجواء الموبوءة، في هذه الأجواء المشحونة بالانحراف الفكري والأخلاقي، كل ما يحيط بهذه العائلة، كل ما يحيط بهؤلاء الأولاد يدفعهم إلى الابتعاد عن الله. الراديو يبعثهم إلى الابتعاد عن الله، التلفزيون يبعثهم إلى الابتعاد عن الله، الصحف تبعثهم على الابتعاد عن الله، المدرسة تبعثهم على الابتعاد عن الله، الأصدقاء يبعثونهم على الابتعاد عن الله. ما يتمكن واحد يوكل أمر هذا الطفل إلى هذه الأجواء لينمو كما ينمو العشب. وإنما المؤمن مكلف في الدائرة الثانية بعد ذاته، مكلف بأولاده ومكلف بزوجته. شلون واحد يهتم بأكلهم وشربهم؟ إحنا عندما الصبح عندما نطلع، العمال عندما يطلعون، التجار عندما يطلعون من الصباح إلى الليل يعمل لماذا؟ لحياة مادية لنفسه وأولاده. هذا عمل مشروع، هذا الجهاد في سبيل الله، الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. ولكن هذا جزء القضية والجزء الأدنى من القضية، الحياة المادية، يعني دا يأمن حياتهم لثمانين عام لسبعين عام. أما حياتهم الأبدية، حياتهم الأخروية، الحياة الحقيقية لا تحتاج إلى تفكير،
لا تحتاج إلى توجه، لا تحتاج إلى إرشاد وإلى توجيه وإلى عناية وإلى رعاية. هذا مو صحيح، هذا مو وارد من الناحية الشرعية، هذا مو مقبول من الناحية الشرعية. أول شيء بعد الذات أن الإنسان يتوجه إلى ولده وإلى بنته وإلى زوجته ويحاول أن يوفر لهم أجواء الإيمان. الإنسان عندما يذهب إلى المسجد يجيب أولاده وياه، الأولاد الذين لا يؤذون. عندما يأتي إلى الحسينية يجيب أولاده وياه، وإن كانوا صغارا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان الأطفال يأتون، ليش كانوا يأتون؟ الإنسان عندما يذهب إلى المجلس وإلى الاحتفال يأخذ بأولاده إلى هنالك، حتى من الآن تكون عندهم ألفة بهذه الأجواء. الإنسان عندما يصنع في بيته مجلس هذا يربي أولاده. سابقا تحدثنا حول المجالس العامة في البيوت، إذا ما أمكن، إذا واحد ما يتمكن حقيقة فيما بينه وبين الله لا يتمكن أن يقيم مجلسا عاما في بيته، على الأقل يتمكن أن يقيم مجلسا خاصا في بيته لعائلتك. بعد أيام ميلاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، المؤمن الموالي يفرح لفرحهم، ما يتمكن يقيم مجلس في بيته، يجمع عائلته، يجمع أطفاله، يجمع أولاده ويقيم احتفالا عائليا في بيته. هذا قطعا مما يرضي الله ويرضي رسول الله ويرضي الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم. أحد الإخوة قال قبل أيام معدودة، جمعت زوجتي وأولادي وبناتي وأقمت احتفال عائلي مصغر. كلفت حقيقة شلون توجه حلو، شلون توجه جيد. قلت لهذه البنت الصغيرة أنت احفظي حديث عن فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وألقي هذا الحديث. قلت لابني مثلا، أنا أمثل، أنه احفظ قصة عن فاطمة الزهراء، بكرة مثلا عندنا احتفال بالليل ألقي هذه القصة في الاحتفال. زينا البيت، غيرنا البيت، وبعد ذلك جاءت الطفلة وألقت حديث حول فاطمة الزهراء. الطفلة اللي عمرها 4 سنوات عندما تحفظ حديث عن سيدتها ومولاتها فاطمة الزهراء وتقف أمام أبيها وأمها وإخوانها وأخواتها وتلقي هذا الحديث، تعلم هذا أي شيء من الخير يولد في نفس هذه الطفلة؟ من الآن قدوتها تكون فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. فأجت البنت وألقت الحديث مثلا، قالت فاطمة صلوات الله عليها مثلا: خير للمرأة ألا ترى رجلا ولا يراها رجل. ثم جاء الطفل مثلا وألقى قصة عن فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. ثم أعطيناهم جوائز، هذا مو ممكن، هذا مو من مصادق حب أهل البيت، هذا مو من مصادق إلا المودة في القربة. واحد ما يقدر يسوي احتفال عام، يقيم احتفالا خاصا في بيته لأولاده وبناته. كم له من الأثر في نفسية الطفل، وكم له من الجذور والآثار المستقبلية. هذا يبقى في ذهنه. أحد الإخوة الآخرين جزاه الله خيرا قال: أنا مقيد أخذ أولادي الصغار. هذه القضايا تحتاج إلى التفات، تحتاج إلى توجه. واحد مسؤول هؤلاء الأولاد بكرة يأخذون أمام آبائهم وأمهاتهم يوم القيامة، هؤلاء الذين أضلونا حقيقة يأخذون أمام آبائهم وأمهاتهم، هم الذين ما أوصلوا لنا كلمة الحق، هم الذين أوكلونا إلى أفراد لا يعلم لا دينهم ولا إيمانهم ولا أخلاقهم. من هاي المرأة اللي جاية في البيت؟ ماذا تحمل في داخلها من العقد النفسية؟
هذه تنقل هذه العقد النفسية للأولاد والبنات اللي تربيهم. من هاي المرأة؟ شنو جذورها؟ هذه خضراء الدمن ربما تكون. واحد يوكل تربية أولاده وبناته إلى خضراء الدمن، إلى امرأة لا يعلم ماذا تحمل في داخلها من رذائل أخلاقية ومن ضعف في الإيمان والاعتقاد، هو لازم يهتم بذلك. كان يقول أنا أخذ أطفالي بين فترة وأخرى إلى العمرة، حتى الأطفال الصغار، لاحظ الدين حقيقة، يقول حتى الطفل اللي عمره يوم واحد يستحب أن تأخذه للعمرة، ودي إلى العمرة، لاحظوا العروة الوثقى، لاحظوا حواشي المراجع، الماضين منهم والحاضرين منهم. طفل عمره يوم واحد تأخذه للعمرة، تلبسه ملابس الإحرام، تجنبه محرمات الإحرام، ما يقدر يلبي لأن عمره يوم واحد، أنت تلبي عنه بالنيابة، تفكر وتنوي أنني ألبي نيابة عن طفلي الصغير، لبيك اللهم لبيك، تلبي عنه، ثم تروح تطيفه حول الكعبة، تشيله وتطوفه حول الكعبة يوم واحد عمره، ما يقدر يصلي ركعتين، تتوضأ عنه وتصلي ركعتين، وإذا عندك وضوء وعندك وضوء تصلي ركعتين، تأخذه وتسعى به بين الصفا والمروة. هذا الطفل اللي عمره يوم واحد أو أقل من ذلك، وتقصره الإحرام، الطواف، ركعتا الطواف، السعي بين الصفا والمروة، التقصير، تأخذ شوية من أظافره أو من شعره مثلاً، تطوف تطيفه طواف النساء، وتصلي عنه لأن ما يقدر يصلي ركعتين، وإذا يقدر عمره 5 سنوات تقول له توضأ وطوف طواف النساء. الطفل اللي عمره 5 سنوات والبنت اللي عمرها 5 سنوات خلي هي تطوف، خلي هي تصلي. يعني شوفوا الله سبحانه وتعالى جعل هذا البرنامج، يقول أنا أوديهم إلى العمرة، الأطفال الصغار كلهم، كل العائلة، ثم بعد ذلك أوديهم إلى أحد. هذا أحد، الطفل من الآن يفهم شنو معنى أحد. هنا قبر حمزة، حمزة سيد الشهداء في زمانه، قتل بهذه الكيفية، من الآن تجعله يتفاعل مع حمزة صلوات الله عليه. جاءت هند وشقت بطنه وأخرجت قلبه ولاكت قلبه، ثم جعلت منه قلاده وقطعت أصابعه، يكون عند تولي وتبري من الآن يفهم من هو حمزة ويفهم من هي هند آكلة الأكباد. وبعدين أودي إلى قبر خديجة، هذه خديجة وهذه قصة خديجة، من الآن هذا الطفل والطفلة يفهم من هي خديجة، إيش قد قيمة عند الله هذا العمل. وأودي إلى المسجد، هذا مسجد رد الشمس، شنو معنى مسجد رد الشمس؟ من الآن أكمل منظومته الفكرية الإلهية. حقيقة إذا بعض المؤمنين يقومون بهذا العمل من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى، ما ينشأ هنالك جيل لا يعرف أئمته وأولياءه وقادته ودينه وأي شيء. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، يعني احفظوا أنفسكم وأهليكم، احفظوهم عن النار، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أوديهم إلى البقيع، هذا قبر الإمام الحسن. من هو الإمام الحسن؟ شرحنا لأولادنا، هذا قبر الإمام زين العابدين، هذا قبر الإمام محمد الباقر، هذا قبر الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه. هذا أي روحية يخلق في هذا الطفل؟ الآن العمر أمامنا، خلنا نأخذ أولادنا إلى العمر، الاحتفالات الدينية أمامنا، ميلاد أمير المؤمنين صلوات الله عليه في 13 رجب، ميلاد الإمام الحسين في 3 شعبان، ميلاد أبي الفضل، ميلاد زين العابدين،
ميلاد الإمام المهدي المنتظر صلوات الله عليه. كل هذه مناسبات يمكن أن واحد يستفيد منها في أداء هذه الوظيفة. أحد الخطباء العظام في إيران كان ينقل هذه القضية للسيد الوالد حفظه الله. لاحظوا التوجه شقد مؤثر، الكلام شقد مؤثر، شقد يغير في الروحيات. يقول أنه أنا كنت في السيارة أتي من طهران إلى قم، هو رجل خطيب كبير له ثقل عظيم كان في إيران، الآن توفي رحمة الله عليه. يقول كان وياي طالب من طلاب العلوم الدينية شاب في بداية أمره، والإنسان في بداية أمره ربما شوية تكون فيها حدة وشدة ولعله تصدر منه بعض الكلمات التي لا ينبغي أن تصدر منه. يقول هذا الطالب طالب العلم الشاب اللي في بداية أمره أخذ يقول كلمات يؤذي بها السائق، والسائق لا يرد على ذلك، يسمع هذه الكلمات من طالب العلم ولا يرد عليه بشيء. فيقول أنا نهرت طالب العلم، قلت له ما تخجل أنت طالب العلم، كيف تتكلم بهذه الكلمات وتسخر من هذا السائق؟ فسكت. يقول وصلنا إلى قم، نزلنا من السيارة، ذهبت إلى السائق وأخذت أعتذر منه أنه هذا طالب علم شاب توه دخل في سلك طلاب العلوم الدينية، لا يؤاخذ بمنطقه، إذا تكلم كم كلمة سخر فيها بك لا تؤاخذه بذلك. فقال السائق سيدنا إذا هذا الطالب كان يضربني لم أكن أرد عليه بشيء، إذا كان يضربني مو كلمات يسخر بها مني، إذا كان يضربني ما كنت أرد عليه بشيء. فقلت له لماذا؟ قال في الواقع لأن هدايتي ونجاتي وحياتي الأخروية وخلاصي من النار كان بيد علماء الدين، ولذلك أنا صممت أن أحترم أي عالم من علماء الدين. إحنا حقيقة هدايتنا على يد من؟ إحنا كيف اهتدينا؟ إحنا جزء من اهتدائنا بآبائنا وأمهاتنا، وجزء منا مربوط بعلماء الدين. وآباؤنا وأمهاتنا كيف اهتدوا؟ ببركة علماء الدين، ببركة مراجع التقليد، ببركة الخطباء العظام، ببركة هؤلاء. ولا إحنا يوم ولدنا خب ما كانت عندنا هذه الروحية، ما كانت عندنا هذه النفسية. قلت له كيف؟ قال في الواقع أنه أنا كنت في خط الضلال والانحراف، أفعل جميع الموبقات والمنكرات. في يوم من الأيام أنا رايح إلى مجلس من مجالس المنكرات، رأيت جمع وحشد في مكان، فتعجبت أنه ليش هذا الحشد؟ شنو المناسبة؟ ليش مجتمعين؟ فدخلت شفت خطيب فوق المنبر وهو يقول إن هذا اليوم هو يوم التاسع من محرم. فدهشت، أنا ما أعلم أنه محرم، ما أعلم أن هذا اليوم التاسع من محرم. الغربيين جاءوا وأخذوا منا تاريخنا وفرضوا علينا تاريخهم. واحد ما يعرف تاريخه، تاريخ نبيه، ويعرف تاريخ الأجانب، لا يعرف أنه اليوم كم من جمادى، وأنه بعد جمادى يا شهر، وأنه في أي يوم ميلاد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه. هذا من خطط الغربيين لضرب الدين.
قال الخطيب اليوم هو التاسع من محرم، وهذا اليوم يتعلق بسيدنا العباس صلوات الله وسلامه عليه. ثم أخذ يشرح قصة العباس، حقيقة قصص أهل البيت وبالذات قصص الطف من القصص المشجية كأشجى ما يكون حقيقة. يعني واحد أول ما يأتي ويسمع هذه القصص جدا مشجية، احنا شوية تعودنا عليها ومع ذلك هي مشجية. العباس صلوات الله وسلامه عليه ذهب إلى المشرعة لكي يأتي بالماء للأطفال العطاشة، فهجموا عليه وقطعوا يمينه، فقال: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. ثم بعد ذلك قطعوا شماله، فأخذ يقول: يا نفس لا تخشي من الكفار، وأبشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار. ثم بعد ذلك ضربوه بذلك العمود من الحديد، وما أشبه ذلك من هذه القضايا. فأخذ يشرح القصة بأسلوب الخطباء المشجي، فيقول: أنا في الواقع تأثرت، أنا رجل شيعي غارق في الجرائم والموبقات، العباس صلوات الله عليه يفدي نفسه لدينه، يقدم يمينه ويقدم يساره ويقدم كل كيانه ويقدم إخوانه، لأنه قدم إخوانه واحدا واحدا، قال: تقدموا حتى أحتسبكم عند الله، أذوق ألم موت الأخ لكي أحتسب هذا الأخ عند الله سبحانه وتعالى. هكذا العباس يفدي نفسه لدينه وأنا غارق في الجرائم والموبقات والمنكرات. يقول: بكيت كثيرا. بعد ما الخطيب نزل جئت إلى الخطيب وقلت له: هل لي من توبة؟ قال: نعم، إن تبت تاب الله عليك. فقلت له: وكيف أتوب؟ قال: أولا هذا أموالك، أموال كلها مشبوهة، لأن كان يرتكب عمل محرم، كل أموالك مشبوهة، لابد أن تتخلص من هذا المال. ثانيا، أنت في هذا البلد، في هاي المنطقة اللي موجود فيها، ما تتمكن، أصدقاء السوء يأثرون عليك، أهجر هذه المنطقة، ما دمت في هذه المنطقة مرة ثانية يرجعوك إلى الفساد والانحراف. يقول: أنا رحت، كل أموالي تخلصت منها، اللي أعرف صاحبه أعطيته، اللي ما أعرف صاحبه تصدقت به بعنوان مجهول المالك، كل أموالي خرجت منها. وبعد ذلك ذهبت إلى مدينة ثانية وأصبحت سائق سيارة، يعني عامل. ثم بعد ذلك الله وسع علي ووسع علي ووسع علي، فاشتريت هذه السيارة، وإني أملك بيتا وزوجة وأولادا، والله فتح علي أبواب رحمته. أنا من ذلك اليوم فكرت أن أحترم علماء الدين كافة، لأنهم هم السبب في نجاتي من نار جهنم. يعني حقيقة كلمة واحدة خطيب يقولها فوق المنبر تحدث هذا التأثير وهذا التغيير، وتغير مجرى حياة إنسان كان يروح إلى النار، فقاده هذا الخطيب إلى الجنة. الحقيقة هذه الأشياء مؤثرة، هذه الكلمات مؤثرة، ينبغي أن يهتم الآباء حفظهم الله بأولادهم وبناتهم، الأمهات ينبغي أن يهتموا بأولادهم وبناتهم. رأى واحد حمال، واحد شاف حمال، قال له: من أبوك؟ قال: أبي فلان، رجل معروف، له مقام، له صيت. فقال هذا الرجل: نعم الأب وبئس الابن. هذا الأب اللي إلى هذا المقام وهذه المنزلة وأنت هالشكل في هذا المستوى. فقال الرجل: لا تقل هكذا، قل نعم الجد وبئس الأب.
قال لماذا؟ قال لأن جدي خرج والدي بهذه الكيفية ووالدي خرجني بهذه الكيفية، فقل نعم الجد وبئس الآب. الآباء حقيقة إحنا الحمد لله بالمقدار اللي نملك من الإيمان والتربية والأخلاق تربية آبائنا، فكانوا نعم الآباء، فينبغي أن نكون نحن أيضا نعم الآباء لأولادنا وأجيالنا اللاحقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.